انطلقت في مركز جابر الأحمد الثقافي فعاليات منتدى تمكين المرأة ودعم الشباب في التنمية والمواطنة الذي تقيمه وزارة الخارجية بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومركز بان كي مون للمواطنة. ويهدف هذا المنتدى إلى تعزيز هوية المواطنة وتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا وما لها من دور حيوي في البلاد. منتدى تمكين المرأة ودور الشباب في التنمية والمواطنة هو باكورة أول المبادرات بين الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومركز المواطنة العالمية بهدف تبادل الخبرات بين الطرفين والاستفادة من البرامج الخاصة بدمج المرأة سياسيا. كما يسعدنا في دولة الكويت بالشراكة مع مركز بان كي مون للمواطنة العالمية تنظيم برنامج لتدريب المرأة الخليجية بهدف تمكين ودمج المرأة سياسيا واقتصاديا لما لها من دور هام وحيوي في البلاد ولما حققته المرأة من نجاحات مشهود لها من خلال تقلدها العديد من المناصب القيادية أو من خلال منحها الثقة بتولي الحقائب الوزارية وكذلك من خلال مشاركتها السياسية في البرلمان الكويتي. كما أشار الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بأن التحديات التي تواجه المرأة بعد إعطائها حقوقها ما زالت تعاني من بعض العراقيل. يوجد لدينا في القطاع العام 57% من العاملين فيه من النساء، والذين تمكنوا من الوصول إلى مناصب قيادية هم فقط 12% من هذا المجموع، ولهذا تأتي جميع هذه الفعاليات وهذه البرامج التي نقوم بها هي متعلقة تماما في سد هذه الفجوة التي نطمح بأن تكون أقل فأقل من لرؤية الكويت 2035. مركز بان كي مون للمواطنة باختصار ينادي بالمواطنة العالمية وأن يتعامل الجميع مع العالم كوطن جماعي. هناك مشاركة في المجتمع المدني، وبدون ذلك لن يكون هناك إمكانية لتحقيق هذه الإنجازات. كيف نستطيع أن نفعل الأمور معا؟ يجب أن نكون معا ولا نستطيع أن نعمل منفردين. هذه فلسفة أساسية. منتدى تمكين المرأة وتعزيز دور الشباب في التنمية يترجم خطى دولة الكويت الرامية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحفيز بيئة عمل تنمي القدرات القيادية للمرأة. مروة محرم، تلفزيون دولة الكويت.